التلفزيون العماني يحيي بالمشاهد، فنقول يا هود وهدى الليلة وكل ليلة، ترحيب طيب من فواد وعلوم ومناشد، فنقول يا هود وهدى الليلة وكل ليلة، نلتقي بالناس والقلب دايم فرحان، نرمس مع الرماس نحيي تراث عمان. داني دين يا داني يا دانا، داني دين يا داني يا دانا، داني دين يا داني يا دانا، داني دين يا داني يا دانا. حياكم مشاهدينا وين ما كنتوا في برنامج هود هود. عرفتوا المكان؟ عرفتوا المكان؟ اكيد عرفتوا المكان، لكن مثلنا بعد. الفطين الفطين كملوا الفطين كلمة واحدة بس، التكملة أظني ثلاث كلمات أربع كلمات أعتقد كذي. المهم الفطين يلا كملوا. يا داني يا دانا، يا داني يا دانا، فلانة طبش حالك ما موز المعمورة، يا هودي يا هودي بنقولك الليلة، فلانة طبش حالك ما موز المعمورة. والله صلالة جوها ممتاز. نعم مستمتعين مستمتعين ومرتاحين بالجو. والشعر؟ والله ما عندي شعر ابدا ابدا. زين حن معنا مثل يقول لك الفطين. الفطين اعرف صراحة. يقول لك الفطين الفطين طينة. لا طينة الفطين. استكمل كمل لي انت بنت شيل الكاميرا. علو يا هود يا هود، علو يا هود يا هود، يا اهل البيت شيل ما، وعلو يا هود يا هود، علو يا هود يا هود، يا اهل البيت شيل ما، وعلو يا هود يا هود. انا مروح عنك. لحظه شيء ذا عندي قبل لحظه، لا ما بتروح قبل الجهاز بعدين تروح. والفطين فطين والله ما ادري ما اعرف صراحه. كيف محافظه ظفار؟ والله طيبه الامور، طيبه والجو حلو وايد اكيد. يلا حن معنا مثل بتكملته يقول الفطين الفطين ايش تكملته.
كلمة واحدة الفطين بس يكملوا أظن ثلاث كلمات أربع كلمات. طين. الفطين طين. ليش؟ ما نعرف والله. بيقول لك الفطين. الفطين. الفطين صراحة هذا أول مرة أسمعه. ما يمشي في الطين. يقول لك كمل مثل الطين. طين. زيده بالبلة وأموناك يقول. يقول حن قلبي من حنين البوادي ومن حنينه سهر النايمين ما استوالي عنكم ما استوالي والسبايب بو عيون كحيلة والسبايب بو عيون كحيلة. يقول لك الفطين. الفطين هذا من هين قلته؟ من رأسي. هذا مثل معروف الفطين. الفطين اتوقع ان الفطين شيء كذا ما يحط او شيء في الطين كذاك شيء ما يحط ما يحط ما يحط ايش الفطين. لا الفطين ايوه الفطين ما يحط راسه في الطين. الفطين ما يحط راسه في الطين. في الطين صحيح. لا الفطين ما يحط راسه في الطين اكيد يعني يشوف ويبصر لانه ذكي. ايوه يعني ما يورط نفسه ويحط راسه في الطين. الفطين ما يحط راسه في الطين. الفطين ما يحط راسه في الطين. يا احمد المعمري انت فزت معنا بجائزه نقديه مقدمه من تلفزيون سلطنه عمان برنامج هود هود. تفضل بلد شيل الكاميرا. هود يا هود لي مشاهد مريح بابك عندنا هيا ما والدك هنا واديان أنا بكي بعابراتي وديان مع صاير الغول ينبغ ضب قلب القنص والسمع ماما أنا اللي أحمدي ريت وعفاريت يا ابني المطرحي بقصقرنا أنا سيد ليان وعفاريت وكل من نطحني بقس قرنة صني كمل فيل ينبغ ضبطرس الأرض والسمع ماما أمشي حدد والمصر على عين شاكي بزور غبر غادي أبوي نحن ما حد نظرنا بنظرة عين ليش إني فقير غبر غادي خلق أركض مع البوش لو ميتين واختف على المال واتمشي واخطف من المال لوماتين وريح البال وتعشى هود يا هود لي مشاهد مريح بابك عندنا الفطين ما يحط راسه في الطين. الفطين ما يحط راسه في الطين. اما اللغز يقول يركضوا ورا بعض وما يلحقوا بعض يركضوا ورا بعض وما يلحقوا بعض. والله دائما غريبا دائما ان شاء الله مستمتعين مستمتعين اجواء خريفيه جميله وشيء اشعار اشعار لا والله ماشي اشعار ماشي اشعار لا نانا لا نبرات لا نانا لا برعه ولا هبوت ولا غيره ما موجود شيء ابدا ما هو شيء عند الشباب شوف الشباب ما شاء الله عليهم موجودين عندنا انزين عندنا احنا لغز ايه مش عندنا يركضوا ورا بعض ايوه وما يلحقوا بعض يركضوا ورا بعض وما يلحقوا بعض ما يلحقوا بعض ماشي اختياره عقارب ساعه لا يلحقوا بعض لما تكون الساعه 6 ونص هذا لا ما يلحقوا بعض العقارب الساعه يلحقوا بعض الشروق والغروب يركضوا ورا بعض وما يلحقوا بعض شوف انا ضلال الظلال للشخص يركضوا ورا بعض وما يلحقوا بعض
الموج ها؟ الموج ها؟ الموج. ولا اتصال بصديق. ولا اتصال بصديق؟ يركضوا ورا بعض ولا يلحقوا بعض. والله مش عارف. للأسف. أبدا والله. صعب. صعب جدا. يركضوا ورا بعض وما يلحقوا بعض. يركضوا مع بعض وما بعض. والله خلنا ما نشيلك بعض. أقارب ساعة؟ أقارب ساعة؟ يلحقوا بعض لما تكون 6:30 ما يكونوا بعض؟ يركضوا وراء بعض ولا يلحقوا بعض. هم اثنين واحد الحين احنا فيه. سميت بالله لي خلق ليل ونهار. هود يا هود لي مشاهد مريح بابك عندنا. طار النفق يا صغير طار الطير يفد ارمت يرضى وابوش منه عمري 85 سنة تزيدوني واحد زيدوني يكون 86 تعرف منك الوز؟ ها؟ ما يحتاج باب حني باب حقا ايش اسوي؟ قال شفت يا ابن الشيب الله ما اقدر ايش بسوي؟ ايش بسوي بعمري ولا الشيب يا ابني ولا انا يا الله يا الله اخ اخ امور تحت الزود تحت ما لي عانة عانة تعرف العانة؟ معروفة من 300 صبية ودي شيلة يتمشي والعمامة صورية كاميرات علي كلها ما يوري بلم صاطني واحد ما يوري زر ما يباشر الغشامة يبالي شوية تغرب عليها وزمانه عصر الخميس أسقيت زرع الفوادي الصبر ببراد مكيف سيارتك ما تبرد حضر لك أهردي ميداد حيفا الحرة حرة أخونا هالشبيب كني شايف أنك في مكانها قلت له وليني بحب ببرة ها؟ ببرة وعبته هوس خلاب ها؟ هوس وضعبته جرحتك قلب بالهجران مني فشوقي زايد والحب بادي ونبيك محمد ها؟ ونبيك ما عندي شوى نعم مكة الشايب هذا عند المجمع ها احسنت احسنت وما تقاطعونا جزاكم الله ان شاء الله ان شاء الله يلا ابو شوف حاضرك احسنت اخوي احسنت سامحنا احسنت احسنت الله يبارك فيك الله يوفقك ان شاء الله من هنا تقول الاخوه نحن من التلفزيون الو يا هود يا هود الو يا هود يا هود يا اهل البيت شيل ما وعلو يا هود يا هود على يا هود يا هود يا اهل البيت شيل ما وعلى يا هود يا هود وش اقول للمشاهد عاد احنا عاشقين لهدفك علي 2-0 عاد احنا عاشقين لهدفك بقينا الحين في مداهة كيف بنخرج من المدرج احنا ما دام بالركبه معدول عاد احنا عاشقين لهدفك اسمع الا زي الرصاص والله بالشعر مالك كنا شاعر في الملاعب ميدان يا حميدان هذا فنان لكنه فنان في الملاعب شاعر لكن الشاعر في الملاعب اللاعب الدولي حمتود جمعان طبعا لاعب سابق لمنتخبنا ونادي النصر العماني صدفة التقيناه على شاطئ الحافة دائما رياضيين شباب والله لازلنا بنمارس يعني أعرفكم من يوم وأنا صغير وما تغير فيك شيء لا لا الإنسان يتغير لا ما تغير فيك شيء نفس الشيء تلعب كرة بعدك نعم للحين للحين اليوم نلعب مع بعض أنا وأنت جاهز برغم أنه إجازة عندنا الشباب في عرس كذي ولكن بكرة بنلعب بهزمك ميدان يا حميدان اثنين يركبوا مع بعض ولا يلحقوا بعض ايش هذا دائما على البحر لا والله دائما ايه دائما ما شاء الله أسبوع تقريبا دائما نعم شيء شعر شيء حاجة معك قصايد لا لا والله ما يحضر الوقت زين اثنين يركضوا وراء بعض ولا يلحقوا بعض ايش هو او ايش هم والله ما اعرف صراحه يركضوا ورا بعض ولا يلحقوا بعض ما اعرف والله معنى احنا لغز يقول لك اثنين يركضوا ورا بعض ولا يلحقوا بعض وش هم اثنين يركضوا ورا بعض ولا يلحقوا بعض هذا ما ظل هذا الليل والنهار على ما اعتقد الليل والنهار الليل والنهار الليل والنهار لانهم ما يتلاحقوا الليل وبعدين يجي النهار ما يجوا مع بعض ويركضوا ورا بعض اي نعم ما تغير الليل وبعدين النهار الليل وبعدين النهار كذي ما تغير والله هو هذا الجواب انا اقول
اجابتك صحيحه، فزت معنا بجائزه نقديه مقدمه من تلفزيون سلطنه عمان برنامج هدهد، تفضل. جزاك الله خير. بارك الله فيك. حياك يا على يا هود يا هود، على يا هود يا هود، يا اهل البيت شيل ما، وعلى يا هود يا هود، على يا هود يا هود، يا اهل البيت شيل ما، وعلى يا هود يا هود. إذن اثنين يركضوا ورا بعض وليلحقوا بعض اللي هم الليل والنهار عقارب الساعة، لا لما تكون الساعة 12 مع بعض، 6:30 مع بعض وايد يتلاحقوا، لكن الليل والنهار أبدا ما يتلاحقوا، اثنين يركضوا ورا بعض وليلحقوا بعض الليل والنهار. وممكن نقول أيضا عجلات الدراجة، ولو حد قال كان بنقول له أيضا صحيح. نلتقيكم إن شاء الله على الخير والسهالة، وهود هود. يا داني يا دانا، يا داني يا دانا، فلانة طبش حالك ما موز المعمورة، يا هود يا هود بنقولك الليلة، فلانة طبش حالك ما موز المعمورة.